حد الماء القليل والكثير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حد الماء القليل والكثير. الماء الكثير قلتان، والقليل ما دونهما. مقدار القلتين بالوزن 500 رطل بالعراقي، وبالمساحة في المربع ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا، وفي المدور ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، وفي التنكة 11 تنكة. إيه، 11 تنكة ما قلنا هي 5 جرات. الجرة قد تكون يعني تنكتين وشيء. نعم. وسيأتي القليل أنه يعني أقل من 160 لتر، يعني 160 لتر هذا الماء الكثير، أقل من 160 لتر هذا الماء القليل، كثير زيادة عن 160 لتر. طبعا على خلاف، بعضهم يجعلها 200 لتر، بعضهم يجعلها يعني، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، والقلة قال بعضهم القلة جرتين ونصف، واختلف أحجام الجرات، الجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجرة عند أهل العراق، الجرة عند أهل الإحساء، الجرة عند أهل نجد، يعني تختلف الجرات بشكل عام، فخاصة في الوقت الحاضر يعني تقريبا مجامع الفقهية استقرت عن 161 لتر تقريبا، أو 162 لتر من الماء، أو 192 كيلوغرام من الماء، 192 كيلوغرام من الماء أو 160 لتر، يعني هذا اللي هو الماء الكثير. أقل من ذلك يسمى ماء قليلا، أقل من ذلك لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، يعني 5 جرار. وبعضهم قال القلة ليست يعني وزنا معينا أو حجما معين، وإنما القلة ما يقله الرجل، يعني ما يستطيع الرجل حمله سمى قلة، سمى قلة. كم تقدر تشيل؟ 100 جرام؟ ها؟ بس؟ يعني ما أقدر تشيل بيعقوب؟ صدق والله؟ كم وزنك؟ 96؟ 96، 100، كلش. جرب جرب يمكن تقدر. طيب، فيقول ما يقله الرجل، فالقلتان ما يقله الرجل، يعني الرجل الطبيعي عادي مو مثل العجمي ضعيف. وليد تقدر تشيل 100 جرام؟ ها؟ جرب. ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. طيب، فإذا القلة ما يقله الرجل.